أهلا بكم مشاهدينا ببصمات هذا الأسبوع. ضيفنا هو جواد جامح، شق غبار المسارح والذي رسم على الخشبة العتمة فأضاء فنا وذوقا وحبا. فهو رئيس جمهورية جيم وأيضا سيادة النقيب. رحبوا معي بالسيد جبار جودي. أهلا. مرحبا. أهلا بك أستاذ، نورت. شنو؟ أهلا بك ببصمات الجمال والحلاوة. شو نشوف هسه؟ شوف الصور. زين. دائما أليق. الله يخليك. سر أناقتك أستاذ جبار. نحكي عن هاي الصورة؟ هاي الصورة؟ اي بها ذكرى؟ لأني يمكن مختلفة عن باقي الصور، كل الصور لابس رسمي وكذا، هذه الصورة الوحيدة الكاجوال. هذه كانت أثناء التحضيرات للعمل الفني سجادة حمراء سنة 2015 اللي قدم في قاعة كول بن كيان، وكان متزامن مع نيلي يعني على شهادة الدكتورة، فكان جانب عملي. نسولف بيها بس نقعد، خلي أعرفك على بشار عازفنا. هلا، حيكون ويانا مرافقنا بحلقة هذا اليوم. أهلا وسهلا. نورتنا. الله يسلمك. الله يسلمك. نحكي عن هاي الصورة اللي استوقفتك. هذه الصورة اللي لابس فيها قميص أحمر ولحية طويلة، هذه كانت أثناء التحضيرات للعمل الفني سجادة حمراء. كان عمل مختلف تماماً لأنه يقيم في قاعة لعرض الفنون التشكيلية، وكان الجمهور هو اللي يلف على المشاهد، يعني كان شيء مختلف. وكتب عنه الكثير من الدراسات النقدية، وأخذ عينة في دراسات الماجستير والدكتوراه لأكثر من 30 بحث يعني. جميل. طيب شنو اختلافه عن بقية الصور اللي شفناهم؟ كان شكلك تعبان شوي. الصورة الوحيدة كاجوال وشكلي تعبان ولحية بسبب التحضيرات؟ أي الانهماك بالعمل. أحيانا الانهماك بالعمل يؤدي إلى يعني تعمد إهمال الشكل والمظهر الخارجي. صحيح. طيب نروح نشوف الروبرتاج. تتفضل هناك ويانا. هنا أنا أريح لك، تستريح. يا الله. أتركك أني وبعد ما يخلص نرجع. أوكي. ندردش شوية. من أرض العنبر وضفاف نهر الفرات، من أرياف النجف الأشرف، بطيبة أهلها وصفاء القلوب ونسائم الحب المملوءة دفء وحنين، هدوء يعكس سلام سكناها وصور ناصعة النوايا تجعلك تفكر بدقة عالية باحثا عن أصول الضوء واللون وعلم المشهد. ومن بين كل هذه التساؤلات ينبثق جوابا واضحا لجواد جامح، شق غبار المسارح ليرسم لوحات من النور برؤى شبابية جديدة تضع لكل سين جيم. جيم حرفه الأول وحرف من أحب عاشر وآخى، جيم الشيخ جودي العبودي أبا، جلال جمال وجميل إخوة، جنان جميلة جهينة وجوهرة أخوات،
حتى جهاد جاسم الخال وصديقه الأول ورفيقه الأعز المعلم الأشهر الذي أقضى معظم حياته معه في المشخاب، حيث خطواته الأولى نحو الإبداع ونيل المعرفة واكتساب هم الثقافة والإدراك والبحث. جبار جودي العبودي، سيادة النقيب، من مواليد 1967، أحب الريف حد الجنون واستهواه الهدوء حتى الإدمان، لكنه انتقل إلى بغداد طالبا للعلم وساعيا وراء وصية خاله، فدرس في معهد الفنون الجميلة في بغداد وحصل على دبلوم إخراج مسرحي في العام 1990 وبكالوريوس إخراج مسرحي في العام 2004، ثم ماجستير تقنيات مسرحية 2009 ودكتوراه فلسفة التقنيات المسرحية والإخراج 2016. قام بالتدريس في قسم المسرح بمعهد الفنون الجميلة في بغداد من العام 1992 حتى 1995 لمواد الديكور، الإضاءة، التمثيل والابتكار، ثم انتقل إلى صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية في العام 1996 ليدرس في قسم الديكور في مركز التدريب المهني حتى العام 1999. تدرج في مناصب عدة منذ العام 1992 مديراً ومصمماً ومخرجاً، وهو موظف في دائرة السينما والمسرح ومخرج الفرقة الوطنية للتمثيل، شارك في تصميم الديكور والإضاءة لعدد من المسرحيات والأعمال التلفزيونية العراقية التي نال على إثرها الجوائز المحلية والعربية، وبالأخص في قسم السينوغرافيا عشقه الأزلي ومحترفها الأهم. هو مؤسس ومدير قسم التقنيات الفنية بدائرة السينما والمسرح للعامين 2007-2008، وهو أيضا عضو في اتحاد المسرحيين العراقيين واتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين أيضا. أبا هاشم كما يحب أن يلقب، زوج لأم هاشم وأب لثلاثة أولاد، فاز بانتخابات نقابة الفنانين في 5 أب أغسطس 2018 بمنصب نقيب الفنانين العراقيين، إيمانا منه بأن الفن العراقي يستحق الانتباه ورواده ومبدعيه يستحقون الإشادة، فكان صوتهم الصادح وحنجرتهم التي بحت بحثا عن حق لصورة المجتمعات التي تعلو بمثقفيها. ولكن ما من مجيب، انتقل بهيئة النقابة المتواضعة إلى شخصية فدة ذات كيان رصين تقف في وجه العديد من موجات التخلف والإهمال في حق الثقافة والفن العراقيين. تعرض للعديد من موجات الاتهام وسوء الظن منذ تسلمه منصب النقيب، فواجههم بالبناء وفتح باب النقابة لكل أعضائها حالما بغد يليق بحضارة العراق وفنها وتأريخها المرصع بالجمال رغم المعارضين والمشككين. ظل جبلا شامخا واجه مسيئيه بالحسنى وكارهيه بالابتسامة. ضيفنا العزيز، من أين أتيتم بكل هذا الصبر وكيف لكم أن تكونوا بهذا الهدوء؟ هو ريف المشخاب الهادئ أم عذوبة الفرات أم حكمة علي عليه السلام يا ابن النجف؟ وبعد كل ما لاحظت وشاهدت وسمعت، هل الفن والفنان العراقي بمكانتهم الصحيحة؟ متى سنكون بمصاف من كنا قدوة لهم في الماضي؟ ومتى يتقاضى الفنان أجره واحترامه إسوة بفناني المنطقة العربية؟ أو بالأحرى، متى برأيك سيبلغ السيل الزبا؟ حلو والله. هذا اعتقد اخر لقطات، هذا مشهد من مسلسل، يمكن اخر عمل اشتغلت به.
والله ريبورتاج لطيف. تعتبره شلون شفته انت يعني خلال متابعتك لكل المسيره من اصل العائله الى تدرجك بالوظيفي وهذه المسؤوليه؟ باحثين صح يعني باحثين صح. مسؤوليه صعبه طبعا، مسؤولية يعني خيار صعب بالحياة، يعني الإنسان ربما يكون مسؤول على بيته، على أولاده، على زوجته، على مجمل عائلته، لكن المسؤولية الأخرى في العمل تضع الإنسان أمام تحديات كبيرة جدا. أحيانا واحد يقول أنا شو اللي بهالدوخة هاي، أروح أقعد بالبيت أحسن لي، لكن أنا أشوف أنه قضاء حوائج الناس خير من عامة الصلاة والصيام، هذا مو أنا أقوله، يعني أعتقد يعني حديث في هذا الشأن. القيادة هي متعة العطاء، متعة الإنجاز، متعة أن تتصدى للمسؤولية بقلب يحن للآخرين. طيب هذا العطاء إجا من العائلة؟ ربما، بالتأكيد طبعاً لكل شيء أكو جذور، فأكيد العائلة أسهمت بشكل كبير بهذا. يعني أقصد على الوالد والوالدة يعني. نعم، أنا والدي كان شيخ عشيرة وأباً عن جد، يعني هو شيخ ابن شيخ ابن شيخ، فربما حتى باللاوعي الجمعي أثر هذا الموضوع يعني بشكل كبير، يعني بدون أن أدرك ذلك نما في شخصيتي. طيب نسأل أيضاً يعني عن شجرة الكالبتوز أو القلمطوز بالعامية احنا نسميها، يعني بعض العوائل تسميها. إيه هذه كان بيتنا، بيت أهلي كان هذه سنة 78 و79، كانت الجزر الوسطية فيها أشجار معمرة مقابل بيتنا، فكان عندي بيت فوق بالشجرة، شجرة عالية حوالي 15 متر. شلون بيت يعني؟ مسوي لي مكان أنا هناك أستلقي بيه يوميا، نقطة مرابطة على أراقب الوضع العام للمنطقة. إيش قد كان عمرك بهاي الفترة؟ يعني متحول من السادس الأول متوسط، يعني 10 سنين تقريباً، 11 سنة هيك يعني. هاي من الذكريات، هاي دليل على إنه أنت كنت دائماً حرك. أي لا أهدأ. بعدين اكتشفوا البيت؟ يعني كان ينطبق عليه مثل نوم الظالم عبادة، ليش كنت مدمرهم، والحمد لله الآن يعني أصبحت مرجع عند عائلتي، وهذا شيء مهم. طيب أيضا أسألك يعني على العائلة، كانت عائلة كبيرة. نعم. عائلتكم أخوان وأخوات، علاقة والدك ووالدتك وياكم أنتوا كانوا يعاملوكم نفس الشيء؟ لو أكو كان أحد مميز أو حالة استثنائية، أنت كنت المشاغب الوحيد الحركة اللي بالعائلة، ولا البقية نفس الشيء؟ لا أنا بس أختلف عن الباقين تماما، عن الأخوة والأخوات. أنا عندي 2 أصغر مني و5 أكبر مني، كنت أختلف، وكانت عندي ميول وجنوح للتقليد والحركات الفنية وغيرها، فكان هاي من الصغر يعني. كان الكل يقولوا لي أنت تصير ممثل أو تروح بمجال الفن، وفعلا أول يعني كانت في ذلك الوقت كان أكو اهتمام كبير بالشباب، يعني كان هناك دور الثقافة والفنون، كان دار الثقافة والفنون بالنجف، إضافة إلى الطلائع إلى الفتوة،
صحيح انها مؤدلجه لكن كانت تحتضن الشباب. في دار الثقافه والفنون كان هناك عديد من الاشياء اللي ممكن نمارسها كهوايه. هناك الموسيقى وتجهيز كامل للالات الموسيقيه، هناك ورشه النجاره، ورشه الحداده، ورشه يعني كان تحتضن جميع الطاقات. فحقيقه وجدت فيها ضالتي في ذلك الوقت، يعني كانت تجي سياره تاخذنا يوميا نروح للمركز ونمارس نشاطاتنا الفنيه. طيب اكيد يعني الحديث مستمر، ونروح فاصل قصير وبعدها راجعين نكمل بصمات. رجعنا نكمل برنامج بصمات هذا الأسبوع ويا دكتور جبار جودي، يعني مرحبا بك مرة ثانية دكتور جبار. أسألك ونرجع نحكي عن القيادة وصعوبة أنه شخص يكون قائد في ظل الوضع والطفولة اللي عشتها العائلة خاصة ودورها الكبير مثل ما حكينا. شلون أثر غياب الوالد على تكوينك وتحملك المسؤولية؟ وهذه السبع سنوات بالأسر بالحرب الإيرانية العراقية والعراقية الإيرانية ما يعني مو قليلة، أنت بعمرك هل لها تأثير؟ هو الغياب هنا حقق يعني شكلين، شكل الفاجعة أنه الأب يغيب عن العائلة، والشكل الآخر أسهم في أن أعتمد على نفسي مبكراً وأن أحس بالمسؤولية مبكراً. كانت ظروف صعبة جداً وقاسية جداً، سبع سنوات إجاف حقيقة، يعني لأن غياب رب الأسرة يحمل الآخرين مسؤوليات كبيرة. يعني أمي الله يرحمها تحملت مسؤولية تنشئتنا وإحنا صغار كنا، فكان على عاتقها هم كبير، مهمة صعبة جداً. ويعني اعتقد يعني اكو منفعه واكو ضرر نفس الوقت. طيب الوالده اذا اسال استاذ جبار شلون تصرفت خلال هاي السبع سنوات؟ امي امراه بسيطه ربت بيت لكنها متنوره، وتعلمت القراءه والكتابه بمحو الاميه، يعني قامت تقرا حتى الترجمه اللي سبتايتل بالتلفزيون. حقيقة عانت معاناة كبيرة جدا، خصوصا بعد غياب الوالد. ويعني كنا ندرس أقسام داخلية، احنا ثلاث اخوانا واخي جمال الله يرحمه كان يدرس بالهندسة المعمارية، واختي كانت تدرس في المعهد التقني في بابل، وأنا في معهد الفنون الجميلة. لذلك في ذلك الوقت تحملت المسؤولية مبكرة، أنا أعتمد على نفسي، أنا كنت أشتغل وأدرس في وقت واحد حتى ما أكبد أهلي خسائر لا يستطيعون تحملها. طيب الأشغال اللي اشتغلتها بشبابك وايا، كل شيء اشتغلت مثلا، ما يخطر على بالك شيء ما اشتغلت به، كل شيء مثلا فد كم شغلة تذكرها؟ اشتغلت نجار، اشتغلت كبابجي، اشتغلت مصور، يعني اي شغله، المهم انه ما ابقى قاعد. ايضا اسالك استاذ جبار عن نهج البلاغه، هذا الكتاب شنو يعني لك؟ حقق نقله كبيره بحياتي، نقلني من حال الى حال، لا ابالغ يعني في ذلك على الاطلاق. كنت في عمان في عام 95 مع كثير من العراقيين اللي هاجروا طلبا للقمة العيش والرزق، وشفت هذا الكتاب أربع مجلدات 22 جزء، سألت على سعره 60 دينار أردني، كان مبلغ كبير.
فجمعت فلوس وآثرت على نفسي واشتريت هذا الكتاب، قرأته أكثر من 10 مرات على يعني عدد فترات. كل ما يتخلص من قراءته بعد فترة ترجع تعيده. عاود أحن إلى وعاود أقرأ هذا الكتاب بشكل قاطع، أسهم في تغيير حياتي وفي تغيير سلوكي الشخصي وفي تغيير مفاهيمي وفي تغيير نظرتي للحياة. كتاب يعني سيرة الإمام علي عليه السلام لا يمكن أن تضاهيها سيرة شخص آخر، من عظمة ومن تضاد. ابن أبي الحديد المعتزل يقول إن الله سبحانه وتعالى أوجد التضاد غير منطقي وغير معقول في شخصية الإمام علي. كان شجاعا لا يشق له غبار، لكن بنفس الوقت كان يتململ تململ السليم عندما يناجي الله في الصلاة. فلا يمكن أن تلتقط يعني الطباع البشرية هنا فيها إعجاز. ورغم كل ذلك الإمام علي عليه السلام يقول هذا قطرة في بحر علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله الله سبحانه وتعالى يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. هذا شنو البشر اللي يشهد له الله سبحانه وتعالى. فإحنا أمام أناس غيروا الوجه التاريخي للإنسانية، زادوها زخما، بل غيروا حتى قواعدها. فأنا تأثرت كثيرا بهذا النهج وبهذه السيرة العطرة، حتى أنني أخذت عبرا ودروس كثيرة في ذلك. الإمام علي عليه السلام عندما كان يأتيه سائل كان يقول له اكتب حاجتك على الرمل وامضي. قيل لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال حتى لا أرى فيه ذل السائل ولا أرى في نفسي زهو المعطي. هذه السيرة الحياتية طبعا احنا ننهل منها وما نقدر نوصل حتى 1% من هذا. أستاذ جبار، سمعنا أنت طباخ ماهر. أي 6 عيون. يا سيدتي، يعني بحكم دراستي يعني وأنا أقسام داخلية، فضروري أن الواحد يعتمد على نفسه. فشنا بيناتنا كطلاب يعني نرتب الأمور وكذا. وحقيقة جلست فترة طويلة بالبيت. نهاية 2012 أنا طلعت لدراسة الدكتوراه، فكان عندي تفرغ تام. بعد أنا انهيت السنة التحضيرية الأولى وبدأت بمرحلة الكتابة. يعني أنا زوجتي عندها دوام موظفة وأولادي عندهم دوام بالمدارس وأنا قاعد بالبيت. فجيت أسوي لهم ريوق وأسوي لهم غداء وأسوي لهم عشاء على مدى 5 سنوات متواصلة. لأن بعد أن ناقشت الدكتوراه لم يمنحوني أي منصب إداري، وظليت أهتم بأعمالي الفنية. وبديش الفترة قدمت عملين اللي هو سجادة حمراء وفي 2015 وخيانة في 2016، والحمد لله العملين نالن استحسان الجمهور والناس. هذه الفترة دفعة وضريبتها لاحق، فترة الرخاء هذه أسميها انتهت بتسلمي زمام قيادة نقابة الفنانين العراقيين في 2018، وحقيقة قبل ما أستلم زمام نور لما بدأت الحملة الانتخابية. منذ ذلك الوقت ومع أنه بدأ الأولاد يكبرون، تحملت أم هاشم مسؤولية أن تقوم بواجبهم وترعاهم بشكل مباشر واحتكاك مباشر، لأن أنا في أغلب الأحيان مسافر
فلان محافظة، فلان محافظة، خارج العراق كذا. فأغلب الوقت يعني تمر علي أيام ما أشوف أولادي وأنا في بغداد. صحيح. زين. يعني تحدثت عن قيادة أم هاشم للعائلة بعد أو بعدم وجودك وتفرغك للبيت، وأيضا حضرتك أستاذ جبار كنت قائد بفترة للمسؤولية بعائلتك، الأم والأب والأخوان. علاقتك بأخوك الله يرحمه جمال شنو؟ أنتوا اليوم مصرين تبتشوني ما راح أبكي أنا. لا يعني شنو نوع العلاقة بينكم؟ شو نقدر نسميها؟ أحيانا بعيد عن أخ وأخوه، احيانا الفقد يجعلنا نضيف صفات متعاليه للشخص اللي فقدناه، يعني ربما ما موجوده به هذه الصفات، لكن الفقد يولد لوعه، هذه اللوعه تخلينا نقول راح الخير ويا هذا اللي راح. فعلاقتي بأخويا جمال يعني كانت مختلفة عن علاقتي بالآخرين. كنا أصدقاء وكنا نتداول حديث دائما بشكل منفرد فيما بيننا، لكن هي مشيئة الله سبحانه وتعالى أن أفقده مبكرا. كان هو الصديق؟ اي نعم، كان قريب علي ابوي، ويعني كنا نتبادل اسرارنا فيما بيننا يعني كاصدقاء. الله يرحمه يا ربي وما تفقد عزيز. يعني اكيد هو مو موضوع تقديم مواجع بقدر انه نحب، وايضا المشاهد الى حق يعرف الناس اللي لهم بصمة، لهم أثر بحياتك. طبعاً يعني هو أخوي وراح، وأمي أيضاً حزنت على فقد كثير وما طولت وراه، وآخر الفقد يعني السيد الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. فقد الأحبة مؤلم، يعني شلون أعبر عنه، يعني وكأنه طعنات سكين متتالية لا يمكن أن تغادر الذاكرة، تظل مرافقتنا إلى الممات، لأنه فقد الأعزاء لا يعوض، مكشي الله. طيب زوج أختك سمير أيضا الله يرحمه، الله يرحمه، يعني موقعه هو بحياتك أيضا؟ يعني أنا كنت صغير بذاك الوقت، بس كنت أنظر لك قيمة عليا، يعني هو ابن خالي الكبير وخريج كلية الزراعة، هم أولاد خالي اثنين راحوا بالحرب العراقية الإيرانية. سمير كان ملازم أول ضابط جيش وأمير، فقد لحد الآن ما نعرف مكان سمير. كان زوج أختي الكبيرة، فإحنا ذاك العمر يعني من واحد عمره 12 سنة و13 سنة و14 سنة ينشد مثالا أمامه، ربما هو غير موجود لكن يضع هذا المثال في شخص. فكان سمير مثال للشاب الجميل الضابط الشجاع المحترم. أيضا كان يعني فقده سنة 85 كان صدمة كبيرة كلش، يعني غادرنا بشكل مبكر. طيب أكيد بعدنا مستمرين وإحنا آسفين يعني مو تقليب مواجع، لكن بالعكس مشاهد إلى حق أنه يعرف مثل ما قلت لحضرتك الأشخاص اللي لهم مكانة وبصمة ومعزة طبعاً بحياة دكتور جبار. مشاهدينا خليكم ويانا، نروح فاصل أخير وبعدها راجعين.
ورجعنا نكمل بصمات ويا دكتور جبار جودي بحلقة هذا الأسبوع. دكتور جبار، نرجع أيضا بوقت العائلة وأيضا الفترة أسر الوالد. كانت أكو مراسلات بالصليب الأحمر، تقدر تودي رسائل وأخبار، فمن ضمنها أنت كنت رايد أنه تدخل معهد فنون جميلة يعني بصراحة يعني لما أعلموه بس قبلت برفض من الوالد، يعني ما كان قابل، هو لم يرفض بشكل تام بس ما كان قابل، ما كان يتمنى أن أدخل إلى معهد فنون جميلة رغم أن والدي مثقف طيب يعني ومتنور وكذا. بعدين هذا الموضوع خلاني أيضا أجتهد على نفسي كثيرا، لأنه يعني صادف مع مجيء السيد الوالد في سنة 89 أن كنت منهمك بتحضير مسرحية اسمها أيدي يوريديس. يعني دخلت المعهد؟ طبعاً بدون أخذ أنا دخلت المعهد المباركة. وبلغ والدي أنه أنا دخلت المعهد، يعني ومو ما كان أكو مراسلة فيها لاحقاً. يعني فصف رابع إخراج كان هناك مهرجان حق الشبلي، كنت هي عرض مسرحي اسمه أيدي يوريديس للمؤلف بيدرو بلوك، وكان من نمط المونودراما، ممثل واحد وأنا المخرج وأنا مصمم الديكور وأنا مصمم الإضاءة وأنا مصمم الأزياء وأنا مصمم الميك اب والموسيقى وكل شيء، كنت بمفردي. فأيضا يتحدث هذا العرض عن شخص ترك عائلته لمدة 7 سنوات وبعدين خسر كل أمواله بالروليت ويرجع إلى البيت منكسرا متندما. فإجا والدي شاف العرض فحس بالزهو الكبير، يعني بيومها كنا احنا ببيت قرايبنا نتعشى، فكل شوية التفت عليه يقول لي بابا انت عظيم، من قد ما سعيد، يعني سعيد جدا انه يشوف ابنه واصل الى مرحلة ثقافية وفنية فيها نوع من التميز. خلص يعني من وقتها تقبل فكرة؟ تأكيد طبعا، والدي كلش دعمني، يعني كلش قدم لي الدعم بكل حياتي. احيانا في يوم من الايام اخذت جائزة افضل مصمم اضاءة في مهرجان منتدى المسرح، فاخذت الجائزة وياي البيت، كانت عبارة عن درع وكذا، وكان غالي بوقتها علينا، احنا كنا طلب بالمعهد، يعني من واحد ياخذ جائزة في مهرجان منتدى المسرح يعتبر متميز جدا. قال لي، فكنت حاط هذه الجائزة على التلفزيون وكذا، فقال لي مبروك بابا وكذا وما اعرف شنو، بس هذه الجائزة تجيب لك لفة فلافل؟ انا ضحكت، قال لي ادري، راح تقول لي القيمة والكذا. قال بابا انت لازم تسوي شيء تستفاد من عنده، انا اشجعك وهذا بس ايضا لازم تهتم بحياتك الاخرى. ما كنت اسمع هذا بصراحه، يعني كان انا ما عندي بحياتي غير المسرح، مهووس يعني لا اتنفس في مكان اخر غير المسرح. طيب عندنا فقره محضرين اياها الكنترول، تختار صوره منهم وليش؟ فنشوف اول صوره، سينوغرافيا او الاخراج؟ لا يمكن الفصل بينهما حاليا بالنسبه لي، انا هذا الكتاب السينوغرافيا المفهوم العناصر الجماليه تعبت فيه تعب غير مسبوق، واثبتت فيه ان لانه كان في مبحث المخرج السينوغراف، السينوغراف المخرج، هذان الفنان لا يمكن الفصل بينهما. كثيرين من مصممي السينوغرافيا ذهبوا إلى منطقة الإخراج، وكثيرين من المخرجين ذهبوا إلى منطقة تصميم. يعني متلازمتان؟ متلازمتان مع بعض. يعني ما نقدر نختار واحدة؟ لا، أحبهم اثنيناتهم، بس السينوغرافيا عشقي. طيب نشوف الصورة اللي بعدها، ممثل أم مدير فني؟ ممثل. تشوف نفسك؟ اي انا احب التمثيل، عندي هوايه، لانه يعني هوايه فانت اي فحابها كلش. مدير الفني مهنه، انا مدير فني ماهر وناجح جدا
وقدت الكثير من الأعمال الفنية، مدير فني ومدير إنتاج، اشتغلت بالكثير ومدير تصوير، اشتغلت في كثير من مفاصل الدراما، لكني لا أحبها. أحب أن أعمل في التلفزيون كممثل. جميل. طيب الصورة اللي بعدها، المشخاب أم بغداد؟ مشخاب. نسمع شوية عن جمالها، مثل ما قلت وصفتها قبل قليل بالجنة. أيوة. وصفنا إياها بسينوغرافيا اللي المكان. المشكلة الآن تعرضت هذه المدينة إلى تغير ديموغرافي كبير، يعني النهر ما عاد نفس النهر، أصبح شحيحا. المساحات الخضراء ما عادت نفسها، بدأت تقضم، الناس تغيروا من فطرة سليمة إلى أشياء أخرى. هذا كله يحز بنفسي حقيقة. السبب بهاي التغيرات اللي صارت بالناس برأيك؟ يعني إحنا المجتمع تعرض إلى هزات عنيفة أثرت في تكوين الأيديولوجيا، يعني السيسيولوجيا المجتمعية عندنا في العراق تخلخلت، البنى التحتية كلها تخلخلت، البنى التحتية للإنسان. فلذلك يعني لا يمكن أن تغادرني المشخاب أو أغادرها، لكن تظل بغداد عاصمة الدنيا. لا أظن أنني أمتلك هوى وعشقا لمكان ومدينة مثل بغداد للإطلاق. الصورة اللي بعدها شوف. صار جبار قبل النقابة وبعد النقابة. شوفي بعد النقابة صار عندي شيب. شيبت. حقيقة يعني أنا قبل النقابة أيضا كنت فاعلا في مجال عملي، يعني أنا كنت مديرا للمسرح الوطني لسنتين ونصف تقريبا، وشهد القاصي وداني بالنهضة اللي شهدها المسرح الوطني في ذلك الوقت، وأيضا كنت فاعلا في العمل الفني، قدمت عملين من الأعمال اللي أعتز بها جدا اللي هم ذكرناها قبل قليل، سجادة حمراء وخيانة، وكنت منهمك في المشاركة بالعديد من المهرجانات الدولية والعربية، باحث تارة وسينوغراف تارة أخرى ومخرج تارة ثالثة. بعد النقابة للأسف حرمت من العمل الفني اللي هو متعتي، حرمت من أن واصل العمل في المسرح. سبب؟ ماكو وقت. التزامات طبعا، يعني أنا أحتاج 48 ساعة باليوم ما تكفي. الفنانين متعبين؟ الفنانين أعزاء وأحبة بشينهم وزينهم، لكن الفنان هو من الله عنده حساسية، وإلا ليش صار فنان؟ فلذلك هذه الحساسية أحيانا تكون مفرطة عند البعض وتكون معتدلة عند البعض الآخر. أنا لدي قبول للجميع، لا توجد لدي ولا نقطة حمراء على أحد على الإطلاق. كل الفنانين يجب أن يكونوا معززين ومكرمين ومصانين، وهذا أبسط حق من حقوق. طيب يعني هسه أي فترة أحسن لدكتور جبار؟ فنياً قبل النقابة؟ فنياً على المستوى الشخصي قبل النقابة، بعد النقابة أعتقد أنا وفريق عملي استطعنا أن ننتشل
مؤسسة عريقة اسمها نقابة الفنانين العراقيين، تأسست سنة 69، انتشلناها من العدم ونهضنا بها كعنقاء منبعثة، لأنه حرام أن تكون هذه المؤسسة الفخمة مهملة ولا يراها أحد. هذا كان حاله. طيب إذا أردنا الحديث عن الفنانين ووضعهم بالعراق، شلون تشوفها؟ إحنا مشكلتنا بالعراق هو الإنتاج الفني، شحة الإنتاج الفني. حقيقة لا زالت لدينا فلسفة الاعتماد على الحكومة في الإنتاج. لماذا؟ لغياب القطاع الخاص بشكل كبير. نحن في العراق لا توجد لدينا شركات منتجة، نادرا ما نرى ذلك. هناك فضائيات منتجة، والفضائيات أغلبها ممول بالمال السياسي، والمال السياسي يريد أجندات تنفذ. لذلك أغلب الشركات الفنية هي منتج منفذ بيد أصحاب رأس المال في القنوات الفضائية. هذا الشيء مو صحيح. يعني الآن البعض يطالبنا يقول أكو مجموعة فنانين ماذا يشتغلون وأكو مجموعة فنانين ماذا يشتغلون، إحنا ماذا نقدر نتحكم بهذا الموضوع كنقابة؟ لأن الإنتاج ليس بيد الشركات، شركات نقدر نضغط عليها، الإنتاج بيد القنوات الفضائية وأصحاب رأس المال. فهذا أيضا مولد أزمة. نأمل بالمستقبل القريب، والآن أكو مبادرة، أكو خطط لي، أكو مبادرة الآن حقيقية لرئيس الوزراء أن ينهض بالدراما جانب، وبالسينما جانب آخر، وبالفنون الأخرى. يعني هو تم رصد مبلغ بحدود 15 مليار لهذا الموضوع. نأمل صادقين أن يتم استغلال هذا المبلغ بالشكل الأمثل والأجمل، لأن هذه فرصة لا يمكن تعويضها. فما نصرف الفلوس ونقعد، يعني الله ما يرضى علينا من فوق. طيب جانب الموسيقى والمطربين ايضا شلون تشوفه؟ اين هو الان بهاي الفتره؟ يعني الجانب الموسيقي عندنا ممتاز جدا، عندنا فنانين كثيرين يحترمون منجزهم ولديهم منجز ابداعي كبير، يعني كثير يعني نصير شمه وعلاء مجيد ومصطفى زاير وصادق جعفر وكثير من الفنانين عندنا. يعني ما اسف اذا ما تحضرني سامي النسيم، يعني فنانين يحترمون فنهم. يوسف عباس ذولا اغلبهم قلتهم عازفين عود وعازفين كمان، و لدينا جانب محترم في الموسيقى وحتى على مستوى الطرب. ودائما احنا ندعو الفنانين للالتزام باللحن بالكلمات بشكل الأغنية، وأن نرتقي بها إلى مصافها الحقيقية اللي يتقبلها الناس. الموسيقى هو الشكل التعبيري الوحيد الذي يفتقد إلى المضمون. لذلك ما الذي تعوضه هذا الشكل التعبيري؟ يذهب إلى المدركات، إلى الحس، إلى أن نسير بعوالم أخرى من البهجة والخيال، وهذه طبعا كلها تكون مؤثرة بشكل حقيقي. طيب أنت إذا شوفين يمكن دعتش بشغف عن الموضوع من قد ما أتأثر بي. أتأثر بيك. زين نمشي شوية. نمشي شلونك ويا الألعاب؟ زين. شطرنج بالتحديد. وين نوقف هنا زين؟ ايه. ألعاب شطرنج مرات نلعب أنا وابني الصغير، أنا وهاني، ومرات نلعب طاولة. يغلبك هو لو أنت تغلبه؟ لا ما يغلبني. ما يغلبك؟ يعني لعب جيد. يعني هاي الألعاب الجميلة. أنا الشطرنج يعني بالنسبة لي لا أعد الملك ولا الوزير، لأنهم سلبيين طيلة المعركة. المعركة يتحمل وزرها القلعة والفيل والحصان ونقيب الفنانين. الجنود طبعا ذولا وقود حرب، بس وزر المعركة
أسلحتها الفتاكة هي القلعة والحصان والفيل. الفيل. أنا بالنسبة لي المفضل القلعة والحصان، لأن القلعة تسير بطريق مستقيم دائما، والحصان يختصر المسافات للقفز لتحقيق المنجز. طيب بحديثنا عن تحقيق المنجز، إذا اليوم ما كنت جبار جودي نقيب الفنانين وكانت إلك موقف أو يعني صفة غير نقيب الفنانين كوزير ثقافة مثلا، الله يسمع من حلقك، يعني لا شيء صعب، شنو كان قدمت؟ شنو برأيك يحتاج فعلا؟ احنا مشكلتنا بالثقافة، بس خافوا يزعلون علي بدي أصرح، بس أنا هذه فرضيات بصراحة، ما يزعلون. نحن نفتقد إلى الخطط التنموية. لا توجد لدينا خطة تنموية في الثقافة على الإطلاق، لدينا اجتهادات هنا وهناك، وهذه لا تداوي جرح ولا تغني ولا تسمن من جوع. الثقافة في العراق تحتاج إلى خطة تنموية. إحنا مشكلتنا هي حكومات المحاصصة، إن نأتي بوزير وإن يكون متخصصا، كم سيجلس في الوزارة؟ الوزارة السابقة قعد سنتين، القبلة قعد سنتين، إيش راح يسوي؟ الأربع سنوات من عمر الحكومة مفروض هذه الأربع سنوات فيها خطة تنموية. تعال يا وزير، ما هي خطتك الثقافية؟ ما هي الخطة التي لديك كي نرتقي بشكل حقيقي، ها مو خطط على الورق، كي نرتقي بالمجالات الثقافية والمجالات الفنية؟ لا أظن أن وزيرا لدينا في العراق لديه خطة حقيقية وتنموية، لأنهم لا يشعرون بما نشعر به. نحن أبناء الوسط الفني والثقافي المعجونين عجن مع ما يمر بنا، ونحاول جاهدين في نقابة الفنانين أن نعوض غياب هذه التنمية الثقافية، رغم شح الإمكانات ورغم يعني الوضع البائس الذي يحيطنا، لكن الارتقاء بالجانب الثقافي والفني يحتاج إلى خطة عمل شاقة وعسيرة وليست سهلة. طيب خلال خبرتك ومسيرتك دكتور جبار، نصيحة تقدمها للشباب اليوم؟ عليكم بالقراءة والقراءة والقراءة، لأن القراءة ويا الكاميرا، هذه خلي كاميرا؟ هذه بالضبط، هذه كاميرا، هاي معي أحلى هيك، هذه بالضبط صغيرونة على قدي. عليكم بالقراءة أيها الشباب، والقراءة والقراءة، لأن القراءة ستنمي من قوة الشخصية، ستنمي من الأخلاق، ستنمي من الفن، ستنمي الجانب الثقافي، وتسهم بالتوسع المعرفي لدماغك، فعليك بالقراءة. أشكرك هواية دكتور، تكتب لنا شيء؟ يلا. مساحة اللقاء في هذا البرنامج يجب أن تمتد إلى وقت مضاف، لأن هنالك استنطاقا حياتيا ممتعا ومبهجا ومعبرا، وربما يكون حزينا أحيانا. محبة وافرة لأسرتي، قمر حياتي علا، وأولادي هاشم وهمام وهنون كما يحب أن نسميه. محبة وافرة لكل فناني العراق المحترمين وهم يعانون من أجل إنتاج فني متميز في كل التخصصات، ومحبة لكم وأنتم تصنعون برنامجا جديدا فخما. دكتور جبار كانت حلقة رائعة، الله يخليك، والوقت فعلا خلص بسرعة. نتمنى ما قلبنا المواضيع، ما كان هذا الهم ولا الهدف نهائيا بهذا البرنامج. الحمد لله، أنا أشكر صديقي اللي استنطقني بالبداية وأخذ الطاقة السلبية كلها وخلاني ريلاكس شوية، الحمد لله طلعت الطاقات. شكرا لك، يعني نورتنا ببصمات هذا الأسبوع.
مشاهدينا، كانت هذه حلقة هذا الأسبوع من بصمات، أكيد حلقة مميزة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.